يا بت يا بت، انت ليه بتنطي مراحل كده بلا عداوة؟ بلاش الدنيا قفش كده، واحدة واحدة. احنا هنا في ملقف والودان مفيش اكتر منها. ايه؟ انا عشان اثبت لك ان احنا مش هنختلف في اي حاجة. بتعملي ايه عندك يا بت؟ القهوة فارت 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 فارت. ايه ده؟ انا فين؟ الحاجة ضوية في خميس. انا اللي جابني المطبخ. مفاجأة يا بنت بالنسبة لي، مش كده؟ شو؟ انا مش قلت شغل المرقعة والمياصة ده مش عايزاه في بيتي؟ خلاص؟ قلعتي برق الحياة؟ ايه ده؟ كرامة؟ ايه؟ خرست ليه؟ ما تتكلمي. اصل انا كنت بمشي وانا نايمة يا حاجة، وبعدين المعلم كان عالجني، بس الظاهر ان الحالة رجعت لي من تاني. نعم يا روح امك. ايه ده؟ وايه العبارة؟ اسأل مراتك. مسكينة يا خال، مش طلعت بتمشي وهي نايمة؟ الحقني يا معلم، مش الحالة رجعت لي من تاني. حالة؟ تاني؟ الله، لا اله الا الله، احنا مش كنا علمنا الحكايه دي؟ اصلا كان بيجي لها داء كده تمشي وهي نايمه، بس احنا عالجناها، لكن الظاهر ان الداء لسه قافش فيها. هو لسه قافش فيها، بس ربنا هيشفيها ان شاء الله. ادعوا لها. امين يا رب. ارقيها يا حاجه، ارقيها. جبت لك يا زمن. يا مسهل، ايه يا براء؟ يا ترى جاي كده فاضي ولا عندك اخبار تفرح؟ ابويا يا ستي هيتجوز، بس عامل حفله مزاجها عالي قوي. انت شكلك سكران وجاي تكمل عليا. يا ساتر، ده بدل ما تقولي لي مبروك عقبالك. هو انت ناوي تعملها تاني انت كمان؟ وليه لا؟ عيب يعني ولا حرام؟ ده انا اعملها تاني وتالت ورابع لو حبيت، مش حق الشرعي. ده اسمه ايه ده؟ بقولك ايه، ما تهدى عليا شويه، اوعى مخك يحدفك لحته شمال، لحسن هتلاقي نفسك طاقش في حاره سد. وليه الجو الغامق ده؟ مش كنا حلوين مع بعض وقلنا هنبقى جيران ونفتح البيبان على بعضيها؟ ده حتى بيقولك الجار اولى بالشر. احنا اصحاب مصلحه واحده وبيننا طار مشترك، وانا معاك كتف بكتف لحد ما نطلعه من عين افندينا. ماشي يا روما، يبقى مبروك على ابويا العروسه ومبروك علينا يا افندي. سلمت عقلك من الطيران، اوعى تقول على نفسك كده تاني، ده انت زنت الرجاله ونورتهم كمان. اتكلمي يا شو؟ يا راجل بالراحه عليا شويه، الخضه مش كويسه للي في سني. وبعدين ما انا بتكلم اهو، هو انا من ساعه ما دخلت الاوضه بطلت كلام؟ شو انجزي، ما تخنقونيش. بنجز هنجز وجايلك في الكلام. اخصى عليك، هو انا كنت امتى خبيت عنك حاجه؟ اصل انا وانا ماشيه رايحه للمطبخ لقيت اختك وخميس عمالين يتودودوا في الكلام، وبعدين فجأة كده لقيتهم بيقولوا اسمك في وسط الحكاية، فقلت لازم نعرف هما بيقولوا عليك ايه. وكانوا بيقولوا ايه؟ ملحقتش، خايبة داخلة تسحب وقمت متكعبلة وحسوا بيا. بس انت عجبتني قوي انك دخلت معايا في اللعبة، ده انت سلبتني كده من وسطيهم. ايه؟ هتفضل قاعد كده زي الددمان؟ مش هتيجي ننام؟ نام نام ايه؟ وانا عدي يجيني نوم؟ ما انت مطيره النوم من عيني. ليه؟ كل ده علشان خايفه عليك وعايزه اطمن. لا يا حبيبتي، مش عشان تطمني، عشان التقليعه الجديده اللي انت طالعه لي فيها اليومين دول، كل ليله تنامي وتديني ظهرك، وانت عارفه ان انا النوم بيعصاني وانا مش في حضنك. طب تعالى كده، تعالى وريني النوم هيعصاك ازاي النهارده.
هاتها جمال يا رب. يا رب. ضربة معلم بصحيح. عيب عليك يا حاج، ده انا ابنك برضه. لا حقيقي المرة دي عجبتني قوي. ايوه كده، خليني احس ان انا مخلف راجل بحقه حقيقي. كل شد. صباح الفل يا معلم. بس خلي بالك دي علمة، يعني بمية وش وبمية كلمة. على نفسها يا حاج، ده انا براءة النوح. فضلت وراها لغايه ما خليتها زي العجينه بين صوابع دول. رمانه وبدران هما اللي في ايديهم حبل يا فندينا، لو قفشت الاثنين يبقى قفشت طرفين الحبل. شد من هنا مره ومن هنا مره، وهو بقى يفرفر في النص. يبقى نكي من المرجيحة. ومرجحني يا معلم. أيوه. اشتكني يا معلم. هنشقلعها. مش قلت لك ضربة معلم؟ يخرب بيتك نششتي دمي. مرة من نفسي انشف لك دمك. يخرب بيتك، اسكتي خالص. تعالي هنا لحد يسمعك، تعالي. انت بنتي بتقلديني ولا ايه؟ شكلك سمعتي حاجة. رمانة. ايه؟ الكلمتين اللي قالتهم للبنت سعاد عروني قدام نفسي. قرفت من روحي يا اخي، من اللي انا عايش فيه. هو انا وحش قوي كده خميس؟ خميس خميس خميس، اصحى. هو انا وحش قوي كده؟ مصيبة يا بدران لا يكون ضميرك صحي كده يا ابني. شغلنا هيقف ومصالحنا هتتعطل. انت حلو يا حبيبي، انت حلو وجميل وجميل قوي. مش هو حلو؟ هو مين؟ النهار ازرق على الدماغ الخفيفة، واحنا لسه ابتدينا. لا يدوب خمس ست طقم اللي شربناهم. الرجالة راحت فين؟ على الوصول. يجوا بالسلامة، يجوا بالسلامة يا بغاشي. هو انت بتخلينا نضرب في اي وقت كده؟ يا ابني دماغي طلبت، والدماغ وقت ما تطلب لازم تلبي الندى. لا تطير منك وتفك. واحنا راس مالنا ايه؟ دماغنا. بالك لو الحكومه تعرف قيمه الدماغ كانت فكتها علينا شويه وسهلتها وكيفت شعبها وريحت نفسها. لكن تقول لي مين؟ محدش بيسمع. كله بيتكلم بيتكلم بيتكلم، وفي الاخر كله شمال. ايوه كده. ازم ازم يا كبير واصطبح. الرجاله دوم في السكه. وصلوا بالسلامه ان شاء الله. وصلتك الامانه يا بجوشك؟ طمنت على اصوات؟ انت خيرك ما غرقنا يا باشا، بس في حاجة صغننة قد كده. خد بالك الصغنن ده بيبقى طعم ودمه خفيف. ومصيره يكبر. ويبقى أكبر منك كمان. إيه خير؟ عندك أنت كمان مشكلة ولا واحد عايز تديها استمارة ستة؟ زي حبيبنا اللي ضميره صحي. يعني يا باشا والحمد لله ضميرنا مرتاح الراحة الأبدية. أهو ده الكلام. سامع يا متر؟ بقال الله يا حبيبي. هاتك الباقي. ده على آخر الأحزان إن شاء الله. ممكن أكشف حاجة وحشة. هو خد الشر وراح. هو مين؟ المرحوم. هو أنا مت؟ يعني ما حدش قال لي. ايه الاخبار؟ اقول كده ولا فخنا لوحدينا انا وانت؟ قول عادي.
بدران ده في مقام ابن اختي. ابن اختك؟ الصغيره ولا الكبيره؟ المتوسطه. اه يا ابن المتوسطه. ايه العباره؟ 6 شهور. مالها؟ تتقص عن يخصك وبتنكش وراك كبير. اه صحيح، ال6 شهور بتروح للست بتاع الدجل وشعوذه، ساكنه في البيت اللي قصاد مكتبي على طول. مره شفت معاها الست كرامه، بس نسيت اقول لك. مش دخل ده في كلام بجاش يا متر. لا، ما هو من كام يوم شفت عند الست دي مطره مرات براء النوح.